الطبلة اخويا ما بقيناش قدرنا نحطو داكشي اللي كان كيتحط شحال هادي اللحم، ما بقينا قدرنا نشروه. الدجاج تا هو راه ولا ب 20 درهم، البطاطا كما قال لك السيد راه 220، ما عطيتش هكا ذلك. كلشي غالي، المهم الدرويش راه تقهر، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصافي عايشين باش ما عطى الله، والخدمة على قد الحال. 20 عام ديال الخدمة ما كاينش اللي يفكر يزيدك، وكاين اللي ما خدامش كاع، كاين اللي ما لقيت هذيك 2000 درهم ولا 1500 باش يتقدى. والدراري ديال دروك راك عارف باغين، وهذا الشيء اللي عطى الله. والله الا اللحم والدجاج ما دخلته للدار، الغلا اي كلشي رخيص. قول لي هبط هو يشوف براسو واش كلشي رخيص، الشوا اللي كاين لا ما كاين هالشوا، وكل واحد كيبيع باش بغا، كل واحد كيبيع باش بغا. كتلقى الحاجه مثلا ب 10 درهم كتلقى الاخر كيدير لها 300 ريال. ايوا رجع في الله، اللهم لك الحمد. القهره يعني باقوا يقهروا الناس وباقوا يقتلوا الناس يعني بشكل واضح، يعني الغلا غمطيه ولا كوسيله، اما بزاف على المسكين. واش واحد بغى يتقدى عنده 1000 فرانك في يده وبغى يشري الخبز، قال لك عنده 1000 فرانك هي اللي بغى يفطر بها وعنده ولادو، 10 درهم اش غدير؟ غياخذ 5 الخبزات و10 5 درهم اش غيدير بها؟ يمشي يموت ولا شي قنب يقش راسو بها. هذا هو المشكل، هو هذا. وانا ما كنقدرش، هذا اللي ما يقدرش عليه ما كنشريهاش. بطاطا ما كنشريهاش 1000 فرانك ما نشريهاش. البصله 400 ريال ما كنشريهاش. بزاف ديال الحوايج ما كنشريهاش. كنطرت انايا نشوف انايا سميتو ناخذ السكيلو ديال الماطيشه ولا داو ندير معاه البيض ونفطر به. بزاف ديال هاد الشيء دي. كان عمرها بحال باش كان عمرها دابا، تعمرها الا بغيتي تعمرها دابا 20 الف فرانك باش تعمر طبله، دابا 50 درهم 40 درهم بجوج كانت تقداو كيتقداو ولدي. انا في ايمان كتعمرها واحد 200 ولا 250 درهم. اش باغي؟ شويه الحوت، باغي شويه البيض، باغي شويه العيبات، شويه الديسير، شويه العصير. اجي وخاص الى عندك جوج الوليدات ولا ثلاثه، حنا 5 بيرسون في الدار. اش تقول دابا انا 200 درهم ما قدانيش، الله كيشهدي عليها، ما خايد فيها والو، شويه الحوت شويه الديسير، ومع العلم انا نبيع وشري، يعني خصني ناخذ داكشي رخيص والو. ها بطبيطات مسين بنات وغيريرات، شويه الالاعيب من هنا، واش غدير؟ غتصبر؟ هادشي كيحلم به هو هاد الوزير، ما زيدوا على ديك الوزيره اللي قالت لهم 20 درهم يمكن لها يعيش بها ولد الشعب. تخرج هي تعيش بديك ال 20 درهم وتشوف واش ولد الشعب يقدر يعيش ب 20 درهم. دابا راه 200 درهم ها بيرسون راسو، الا جيتي تحددها لي في نهارو ما بين فطور وغدا وعشاء ما غدير ليه والو.